هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور قطاع غزة، خاصة محور خان يونس، حيث أعلنت حركة حماس تمكنها من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال متحصنة داخل منزل في منطقة غرب مدينة خان يونس. وأعلنت الفصائل إسقاط طائرة إسرائيلية من دون طيار من نوع كواد كابتر خلال تنفيذها مهام في سماء مخيم البريك. وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي جراء إصابته بفطريات خطيرة اخترقت أعضاء جسمه والتي نشأت من التربة داخل غزة.